في بلد عربي مسلم الخطيب يخطب عن الحور العين، فانفعل الحاضرون خطبة الجمعة. فلما تدخل يا عبد الله، والشيخ مستغرب في الحوار، خطبة الجمعة زي الدرس كده في بساطة يعني. فرأى بعضا من النساء الجميلات قال مرحبا، هؤلاء هن الحور العين. قال اسكت يا عبد الله، هؤلاء خدمهن. خبر ربي يدون خدم، طب ودون على الأحسن شوي. المهم فلما تجد طائفة أخرى أجمل وأجمل فاقترب، قال انتظر يا عبد الله، هن الوصيفات. الله هو درجات إلى أن تدخل إلى قصرك في الجنة. ده مين اللي يقول؟ الإمام. الكل إيه؟ هذا قد يططط وفتح ودانه، هو ده الخطيب المحترم كده يقولوا الناس كده، مش الشيخ عمر يقول النار وبئس القرار وعذاب القبر، لا ده الراجل يتكلم عن الحور العين. فإذا دخلت إلى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا. أسقط في أيدي المستمعين، يا الله، واحد ما تحمل. دي خطبة الجمعة، ممنوع الكلام، ممنوع الضحك، ممنوع الله. قال يا شيخ اتق الله. واضح انه سعيد في بيته. قال له هذا انقل اليكم حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرجل يقول له يا سيدنا الشيخ تيقن يمكن يكون حديث ضعيف ولا موضوع، وانت بتألف علينا في المنبر. الرجل مش عايز يسمع،